بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن موضوع الزيت. الزيت في ناس بتمر عليكم في البيوت، الناس دي بتشتري كيلو الزيت مثلا ب 15 جنيه او ب 10 جنيه او ب 12 جنيه. الناس دي بتاخد الزيت دوت اللي انتوا بتدوه لهم، بيعملوا له معالجة، واقول لكم على طريقة المعالجة بتاعه، بس ده خطر جدا محدش يعملها، لان المعالجه بتاعه بتجيب سرطان والعياذ بالله، يعني وبتجيب امراض وحشه كتير. فهم بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الزيت اللي انت بتديه لهم، زيت سمك على زيت طبيخ على زيت كذا على زيت كذا، طول النهار عمال تستعمله وحرقته، وبعد كده هو بياخدوا منك الكيلو ب 15 جنيه. بيعمل هو ايه؟ بيحطها وبيحط عليه حاجه اسمها شمر، بتيجي من عند العطار. بعد ما بيحط عليه الشمر، ما بيحطوش بقى على البارد، هو بيحط الزيت كله برميل وبيغليه، وبعد ما يغليه يقوم جاي، وهو بيغليه يقوم جاي حاطط ايه الشمر في ايه في قلبه، فبيشيل الريحة وبيشيل ايه اللون اللي هو بتاع الحرق والحاجات دي، وبيتحط في مصافي وبيرجع تاني يتعبى في ازاي الزيت، وبيرجع لك تاني عن طريق بتوع الطعمية او بتوع المطاعم، بيشتروه هم تاني. بعد ما يشتروه بيرجع تاني الموضوع ايه يضرك انت. هتبص تلاقي ناس كتير الايام اللي فاتت بيتعبوا من الزيت ومن الطعمية ومن الاكل الجاهز بسبب الموضوع ده. هنا ازازة الزيت اهي، دي لونها اصفر اهي. انت لو عملت اللي انا بقولك عليه الشمر، لو عملت الشمر في قلب البتاع دوت، فدوت هي ايه هي هيبتدي يرجع الزيت رايق تاني. الشمر بنحمره زي اي حاجة في قلب الايه في قلب الزيت، بيرجع الزيت نضيف تاني. فاحنا مش عايزين ايه نبيع زيت ونشجع الناس دي. هما كانوا زمان بياخدوا ايه بياخدوا الـ بياخدوا الـ كانوا زمان بياخدوا الزيت دوت ويعملوا صابون، يرجعوا صابون. دلوقتي لما لقوا سعر الزيت عالي جدا، فبدأوا يستفيدوا، بس بيستفيدوا على صحة الناس الغلابة. الحاجات دي يا جماعة بتجيب سرطان، إذا كان هيحط لها خل وهو بيصفيها، إذا كان بيحط لها شمر، إذا كان بيعمل لها حاجة، هي بترجع متشال منها اللون والريح، بس بيبقى فيها الأضرار بتاعتها موجودة اللي هي الزيت المحروق. فيا ريت يا جماعة ناخد بالنا من الموضوع دوت، لأن دوت إيه خطر على صحتنا، ومفيش أغلى من صحتنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.